بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة وحصاد الأهلي. النهاردة هنتكلم عن رحلة الأهلي في تونس والأهلي بين التفاؤل والحذر قبل مواجهة النجم الساحلي. قبل ما أتكلم في رحلة النادي الأهلي ومعسكره في تونس، الصراحة لازم نبتدي بعزاء واجب للكابتن مصطفى عبده، طبعا مجري الكرة المصرية، واحد من أهم رموز النادي الأهلي. النهاردة كان عزاء زوجة الكابتن مصطفى عبده، واحد من النجوم الكبار في مش بس في النادي الأهلي ولكن في الكرة المصرية، واحد من نجوم الرياضة سواء لاعبا سواء إداريا سواء إعلاميا. كابتن مصطفى عبده رجل يحب الجميع. المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أيضا الأستاذ والسيد كامل زاهر وسيادة الأستاذ عماد وحيد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كانوا حريصين على الوجود في عزاء السيدة هالة سري، طبعا المغفور لها بإذن الله، حرم الكابتن مصطفى عبده. وايضا كان موجود لفيف من رموز النادي الاهلي ابرزهم الكابتن محمود الخطيب، الكابتن ربيع ياسين، كابتن مجدي عبد الغني، كل نجوم النادي الاهلي في صراحه على مدار الاجيال كانوا موجودين في هذا العزاء، عزاء واجب. كابتن مصطفى عبده من الشخصيات التي يحبها الجميع، دائم له تواجد جميل وروح حلوه جدا في الملعب، يعني ربنا يصبره ويصبر اهله ويصبر كل اسرته، وان شاء الله ربنا يرحم زوجته ويغفر لها باذن الله. عايز اكمل كلامي، والصراحه في شكر واجب، شكر واجب، هخش بقى في كره القدم، ولازم اشكر صراحه الحاج سعد ابو صندوق رئيس مجلس اداره نادي الرجاء و مبادرته اللي عملها مع النادي الأهلي في تأجيل لقاء النادي الأهلي ولقاء الرجاء اللي إن شاء الله كان محدد له يوم 16 أكتوبر، وده من الحاجات المهمة. هكذا تكون الرياضة المصرية، النادي الأهلي بيمثل الكرة المصرية، بيمثل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعنده مواجهة مع الرجاء، ولاعيبة النادي الأهلي هيبقى عندها بعد لقاء الذهاب ان شاء الله اللي هيكون يوم 1 اكتوبر هيكون في معسكر للمنتخب، وان شاء الله يوم 22 هيكون لقاء العوده باذن الله. الحاج سعد ابو صندوق قال ما عنديش اي مشكله اني ااجل لقائي امام النادي الاهلي، وبترك للمهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي تحديد الميعاد والنادي الاهلي الميعاد، لان ده بيمثل مصر. هنا لازم نشكر الحاج سعد ابو صندوق، راجل محترم هكذا، وهذا هو معنى الرياضه، هو ده اللي احنا عايزينه يكون موجود في الملاعب المصريه، هو ده روح التآلف، روح المحبه، مش روح للاسف للاسف الصراعات والنزاعات التي لن تؤتي باي شيء سوى الخراب على الرياضه المصريه. الحاج سعد ابو صندوق مثال يحتذى به في هذا الشأن، راجل عمل مبادره، النادي الاهلي عنده ارتباطات افريقيه، الراجل بادر وقال انا يعني تحت امر النادي الاهلي في التوقيت اللي بيحدده، واحنا من داخل قناه النادي الاهلي بنشكر حضرتك يا حاج سعد ابو صندوق، وبنتمنى لفريق الرجاء ان شاء الله التوفيق في اللقاءات المقبله. في حاجه كمان مهمه جدا، سياده المستشار خالد زين وحواره في قناه النادي الاهلي مع زميل الكابتن شادي محمد، بصراحه بيبرز لحضراته كلام اللي مش بس انا بس اللي بقوله ولكن كل الزملاء، ان بهذه الطريقه اين الرياضه المصريه؟ والى اين الرياضه المصريه؟ للاسف مشكلتنا في مصر، ودايما هحط عشان تعرف انت فين لازم تبص على اللي حواليك. بص كده جنوب افريقيا لما بتخش دوره اولمبيه بتنافس وبتجيب كام ميداليه؟ هما خلاص كمان من رياضه السباحه عندهم ميداليه هما ضمنها في السباحه. بص على اللي حواليك، انت دلوقتي بقيت بتنافس مين؟ دور البحر المتوسط سواء ايطاليا سواء اسبانيا حتى اليونان، انت فين منهم؟ فبهذا الشكل وبهذا العك اللي موجود احنا دايما بنخش في سرعات اللوائح والكلمه ديت والمفرد والجمع و و و و وبننسى الهدف والمعنى الرئيسي. عايزين نشكل قوامات للاتحادات والرياضه المصريه، قانون الرياضه ده طالع عشان الرياضه المصريه ترتقي الى الاعلى، ولكن يبدو ان قانون الرياضه طلع وبعديه بقى اللوائح والاسترشاديه ومش استرشاديه وهذا الكلام والحكايه والروايه، وفي الاخر ما طلعش غير نزاعات.
وفي الاخر المردود الرئيسي في 15,000 اهلاوي راحت صوته في جمعيه عموميه، وفي الاخر حضراتكم شفتوا الكلام ماشي ازاي، كل حاجه ما فيش اي قانون يمنع النادي الاهلي، كل الكلام اللي احنا قلناه بيبان. وابتدت بقى خمسه من اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه يقول لك احنا حتى ما شفناش حاجه عن هذه اللائحه. فلو هي دي الطريقه اللي بتؤخذ بها قرارات مصيريه بتاثر على الرياضه، يعني انت وانت بتشكل شكل الرياضه اللي هتنافس بيه بدايتها كده، ما تنتظرش ميداليات، ما تنتظرش انجازات. سياده المستشار خالد زين قال كلمه يعني جامده جدا بتبين لك الفروقات، قال لك النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه وفي الالعاب العاديه هو المفرخه الرئيسيه لكل المنتخبات القوميه، ما ينفعش اهزها. عشان لما اقول لحضراتكم النادي الاهلي يسبق المؤسسات ومؤسسات الدوله، ده مش بس كلام، ده واقع، امر واقع. فلما بتاخد لعيب من النادي الاهلي في اي رياضه، كره قدم، سباحه، طايره، يد، في اي حاجه، انت عارف ومطمئن ان الراجل ده هيمثلك صح، لانه جاي متاسس صح، بيشارك على اعلى مستوى سواء محلي او قاري. فنتاج كل الكلام دوت، بصوا المسؤولين بتتعامل مع النادي الاهلي بأني شكل وبأني طريقه وبأني منطق وبأني قانون، والمحصله ايه؟ هو ده السؤال. المحصله ايه؟ انا مش عايز اطول في هذا الكلام، ولكن للاسف كل ما الموضوع بيزيد كل ما العجب بيزيد، بتبتدي كده تندهش اكتر، لانك بتلاقي حاجات ملهاش اي محل من الاعراب، ملهاش اي صله بالمنطق، ملهاش اي صله بالواقع. احنا بعيد قوي، احنا بعيد جدا، لازم نعترف احنا فعلا بعيد. ولو ما اعترفناش بكده يبقى احنا بنضحك على نفسينا. لو احنا لسه بنتكلم الموضوع قصه الرياضه المصريه الان وقضيه الرياضه المصريه الان، النادي الاهلي عمل جمعيته العموميه على يوم ولا يومين، احنا بعيد قوي. انت لسه بقى مش عارف هتعمل ايه في طوكيو، لسه مش عارف انت هتعمل ايه، ان شاء الله نوصل كاس العالم. الحاجات دي كلها في كفه، وهو موضوع النادي الاهلي هو المشكله الرئيسيه. يعني ما الرياضه المصريه واقفه على كده. فيعني ربنا يجيب الخير، وكل ما الوقت بيمر كل ما الحقائق بتتكشف والنوايا بتبان. هخش على كرة القدم وخش على عنواني لهذه الحلقة، النادي الأهلي بين التفاؤل والحذر قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي. النادي الأهلي لو شفتوا حضراتكم اللي موجود في تمرينة النهاردة وابتسامة الكابتن حسام البدري، فكرة الكابتن حسام البدري كان يبتسم وهو في معسكر النادي الاهلي من الفندق ورايح ماتش الترجي. كنت بقدم لحضراتكم استاد الاهلي، وهذه الابتسامه علقت عليها، كان معايا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي طلبه، ابتسامه الثقه والتفاؤل، وتفاؤلوا بالخير تجدوه. النادي الاهلي بيكمل استعداداته في تونس، ادي الكابتن حسام البدري وادي لعيبه النادي الاهلي، البعض يرتدي بقى الجواكت او السواترز عشان خاطر درجه الحراره في تونس الى حد ما منخفضه. بدايه تمرينته النهارده كالعاده فيها الجانب البدني وفيها شقين مهمين جدا جدا جدا، ان الكابتن حسام البدري قسم الفرقه لمجموعتين، مجموعه المهاجمين، ودي من الحاجات اللي مهمه جدا في كره القدم، ان انت كابتن حسام البدري حاطط في دماغه طريقه اللعب النجم الساحلي، وكان كابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض وايضا كابتن سيد عبد الحفيظ بيعملوا سكاوتنج او بيروحوا يشوفوا ويقدموا تقرير عن ماتش النجم الساحلي امام اهلي طرابلس الليبي، وادوا هذا التقرير المفصل لكابتن حسام البدري اللي اكيد شاف المباراه وحاطط في دماغه طرق اللعب للنجم الساحلي. فازاي هنهاجم؟ كابتن حسام البدري بيقسم المهاجمين، والمهاجمين مش بس رؤوس الحربه، عشان بس الناس تبقى واضحه، النادي الاهلي يهاجم حينما يهاجم، يهاجم بمجموعه، كتله واحده، تيم جيم، فرقه بتلعب بكل عناصرها سواء من اول الباكات، لان النادي الاهلي بيضرب الديفنس دايما بالباكات. وشفته انت عندك باك راح من الناحيه الشمال للناحيه اليمين عمل لك عرضيه جا منها الهدف الثاني، وشفت نفس الباك في الهدف الاولاني لما كابتن حسام البدري قلب لك شكل وطريقه اللعب ولعب 4-1-3-2 وعبد الله السعيد راح كطرف وعمل لك الكره العرضيه اللي استقبلها بعد راس الحربه وليد ازارو، كان الباك الشمال النادي الاهلي لما بيهاجم بيهاجم ككتله هجوميه. اذا لعيبه خط الوسط المهاجمين، لعيبه الباكين اللي موجودين، وايضا
قلق مهاجمين، ده غير بقى الناس اللي بتلعب تحت رؤوس الحربة سواء بقى عبد الله السعيد، احمد حمودي، وليد سليمان وغيرهم من النجوم للنادي الاهلي، شاركوا في طريقه هاوي اتاك او ازاي هنهاجم مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب المدرب العام، خد المدافعين ازاي هنقف، ازاي هنضرب مسيره التسلل او هنكشف مسيره التسلل لمهاجمين النجم الساحلي، هنقف ازاي، هنتمركز ازاي، كل هذه الجوانب كانت في تمرينه النادي الاهلي اليوم. بعد بقى ما كابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب عملوا الشق او هذه المحاضرات اللي جوه الملعب بتقام، عمل تقسيمه عشان يشوف نتاج كل الشغل اللي اشتغله وهو مع المهاجمين واللي كابتن احمد ايوب اشتغله مع المدافعين في التقسيمه عشان يشوف اخر جاهزيه النادي الاهلي وطريقه لعبه. في المران الصراحه سعد سمير انتظم وده شيء ايجابي جدا، ايضا وليد ازارو انتظم وده شيء ايجابي جدا وادى روح جميله لبعثه الفريق وكل الفريق ككل، ان لما يكون عندك كل اللعيبه باعلى مستوى من الجاهزيه سواء البدنيه او الفنيه بتفرق كتير معاك كمدير فني وكقوام فريق باكمله. نجم النادي الاهلي طبعا السابق التونسي انيس بوجلبان، بوجا حضر للمران وشارك بشكل جميل جدا في وجوده مع معسكر النادي الاهلي، ودي صراحه لفته طيبه جدا، ما فيش حد بيعدي على النادي الاهلي وبينسى النادي الاهلي، النادي الاهلي غير، النادي الاهلي مختلف عن اي نادي اخر، خاصه لما تكون لعيب بتلعب او جاي من دوله ثانيه وتخش النادي الاهلي بتحس بالفرق، وده شفتوه مع باكا في اول تمرين بص لجمهور النادي الاهلي واتخض. هرجع تاني لزياره انيس بوجلبان اللي كانت مهمه جدا للنادي اللي بعثت النادي الاهلي، ادي حمودي، ادي هشام محمد برضو نجوم من الممكن الكابتن حسام البدري يفكر فيهم في النجم الساحلي. الكابتن حسام البدري اطمأن على الحاله الفنيه والبدنيه في تمرين اليوم، وكان زي ما قلت لحضراتكم امس كان بعض اللعيبه خدت فتره ترفيه وراحوا شافوا البحر عشان يفكوا شويه ويشيلوا الضغوط اللي موجوده. موضوع مهم جدا 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 بقاء النادي الاهلي في تونس، على الرغم من البعض قال كان ممكن يسافروا ويرجعوا والسفر بياخد 3 ساعات، لا الموضوع محتاج استقرار اكتر، مفيش وقت كبير جدا ما بين اللقاء الذهاب ولقاء الاياب، كل هذه الامور تم دراستها بعنايه، وده ما يعني يفرق او اللي بيخلي الفروقات ما بين النادي الاهلي وما بين اي حاجه ثانيه انه بيدرس كل شيء جيدا قبل اخذ القرار. كل الامنيات ان شاء الله النادي الاهلي يكون في نتيجة إيجابية في لقاء طبعا النجم الساحلي يوم الأحد المقبل. خليني أقول لحضراتكم إن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن الفرقة هتسافر إلى سوسة صباح الخميس عقب المران الجماعي، وكان كابتن سيد عبد الحفيظ سافر من تونس العاصمة إلى سوسة أول أمس عشان يطمئن على كافة الترتيبات، مقر الإقامة، ملعب التمرين، كل حتى ملعب المباراة وكل كافة الاستعدادات لبعثة فريق النادي الأهلي لما تروح من العاصمة تونس إلى سوسة. فكرة عاصمة تونس هي تونس، لأن دي ساعات الناس بتتلخبط فيها، لا عاصمة تونس هي تونس، عاصمة الجزائر هي الجزائر، فده اللقب العاصمة، فكان سافر من تونس العاصمة إلى سوسة عشان يطمئن على ترتيبات. و حصل ان النادي الاهلي طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ عنده خبره كبيره جدا في هذا الشان، انه جاب ملعب قريب من فندق اقامه البعثه قبل ما ينتقل في فريق النادي الاهلي ان شاء الله. اللي خلينا نخش برضو مع حضراتكم ان النادي الاهلي حدد 22 اكتوبر المقبل هو موعد لمباراه الاياب، ان شاء الله هيكون طبعا بعد اختيار الاتحاد الافريقي هيكون خلاص تحدد رسميا ان 22 اكتوبر هيبقى لقاء الاياب، لقاء الذهاب. ادي بصوا الابتسامه اللي بقول لحضراتكم عليها دي ابتسامه التفاؤل والامل، وفي حذر النجم الساحلي من الفرق اللي ما ينفعش تتفائل قوي وما ينفعش ما تديهمش حقهم. اي فريق هيوصل لسيمي فاينل دوري ابطال افريقيا ده مش فريق سهل، اي فريق هيتغلب على فرق زي الاتحاد الليبي وما قبله مش فريق سهل. النجم الساحلي في تونس فريق ما هواش صعب جدا ولكن ما هواش سهل جدا، فريق محترم لازم تديله
حقه، عنده عناصر مميزه، عنده لعيبه كتير مميزه ابرزهم حمزه الاحمر واللاعب بنجوره، وايضا الباكين الباك اليمين والباك الشمال عندهم على اعلى مستوى. فالكابتن حسام بدري عامل وحاطط في دماغه كل هذه الحسابات، وان شاء الله يكون منصور في لقاء الذهاب وايضا الاياب اللي قلت لحضراتكم يوم 22 اكتوبر المقبل باذن الله. اروح لحضراتكم لحكم هذا اللقاء، الاتحاد الافريقي عين الجابوني كوستيني حكم للقاء الاهلي والنجم الساحلي في تونس ان شاء الله لقاء الذهاب. الكابتن سعد عبد الحفيظ قال ان هذا الحكم ومتفائل ان هو تم تعيينه للقاء الماتش، لانه كان ادار مواجهه مصر وغانا في تصفيات كاس العالم، وانتهت بفوز مصر على منتخب غانا بهدفين مقابل لا شيء. خلينا اقول مع حضراتكم نتائج الاهلي مع هذا الحكم. هو حكم جابوني عنده 41 سنه واصبح حكم دولي من 2011، ادار 46 مباراه في مختلف البطولات الافريقيه والدوليه، منح خلالها 146 انذار بالاضافه الى 3 حالات طرد. والجابوني اوتوجو كوستيني من الحكام المشهورين ان هو عنده تسرع الى حد ما في احتساب ضربات الجزاء، لو في اي احتكاك، لو في اي لمسه يد او على طول الراجل بيحسب ضربه جزاء. كوستيني ادار ماتشين للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، كان امام تاسكر الكيني في دور 32 من نسخه 2013، وكان انتهى الماتش بفوز النادي الاهلي بهدف دون مقابل بهدفين للا شيء احرزهم احمد عبد الظاهر وعماد متعب، وتوج الاهلي باللقب في هذا العام. المباراه الثانيه كانت امام المغرب التطواني المغربي في الدور 16 من بطوله دوري ابطال افريقيا في 2015، وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، كان احرز الهدف عبد الله السعيد. على مستوى المنتخبات كوستيني ادار لنا 3 ماتشات، الحمد لله كان منتخب مصر حقق كل الفوز في كل المباريات. الأولى كانت قدام تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس عالم لكأس الأمم الأفريقية في 2017، وكسب المنتخب بهدفين للا شيء، كان أحرزهم نجمنا محمد صلاح. والمباراة الثانية كانت قدام غانا زي ما قلت لحضراتكم وتصفيات كأس العالم، وكسبها بهدفين مقابل لا شيء، كان محمد صلاح كان أحرز هدف من ضربة جزاء وعبد الله السعيد أحرز الهدف الثاني. الثالثة كان قدام المغرب في الدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في 2017، وانتهت المباراة بفوز على المغرب بهدف مقابل لا شيء، وما كناش كسبنا المغرب منذ عام 86 لو تفتكروا بالفاول الشهير بالكابتن طاهر ابو زيد مارادونا النيل. ده ابرز الحاجات واللي عملها هذا الحكم الجابوني كوستيني اللي صورته امام حضراتكم للشاشه، اللي هيدير ان شاء الله لقاء الذهاب. نتمنى له التوفيق في هذا اللقاء. احنا كنادي اهلي مش محتاجين غير التحكيم يكون عادل. نادي الاهلي حتى في لقاء الترجي التونسي اللي فاز بيه بهدفين مقابل هدف كان الحكم قراراته الى حد ما عكسيه بشكل كبير جدا، فنحتاج الى تحكيم عادل، تحكيم يكون صاحي، تحكيم لا يتاثر بالضغوط اللي حواليه. ان شاء الله يكون هذا الحكم على المستوى المطلوب. الخبر اللي جاي بيوضح مستوى النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وككل اسبوع في لعيبه من النادي الاهلي في التشكيله المثاليه لدوري ابطال افريقيا. هذه المره كان 3 لاعبين، الثلاث لاعبين حسام عاشور وعلي معلول ووليد سليمان دخلوا في التشكيله المثاليه بجانب اللاعب المصري عمرو مرعي مهاجم نادي النجم الساحلي. 3 لعيبه من النادي الاهلي، وقبلهم كان في حجازي ورامي ربيعه و و و ما شاء الله ومؤمن زكريا في بعض من الاوقات. كل اسبوع في دوري ابطال افريقيا او كل مواجهه كل دور بيبقى فيه لاعب من النادي الاهلي في التشكيله المثاليه لدوري ابطال افريقيا. ده بيوري لك مستوى او معدل اداء النادي الاهلي في هذه البطوله ماشي ازاي. اخر مره كانوا 2، دلوقتي بقوا 3. اذا معدل اداء النادي الاهلي في تصاعد مستمر، لعيبه النادي الاهلي في تصاعد مستمر في الاداء. معلول مان اوف ذا ماتش الصراحه
في اللقاء الترجي التونسي حسام عاشور مسمار لا خلاف عليه. حسام عاشور من اللعيبه اللي تحطه في اي مكان هيدي لك الدعم، هيديك المسانده، لو انت فين هيكون موجود وهيساعدك. عنده انه ازاي بيقرا يدافع فين، يقف فين، عنده قرايه وعنده فيجن للملعب من الناحيه الدفاعيه، ازاي اغطي زملائي. ايضا عنده الباسنج سكيلز من الناحيه من تحت، بيعرف يكون دائما داعم لزملائه، خاصه الاثنين مساكين او الاثنين الباكات او اللي بيلعب جنبه سواء عبد الله السعيد او عمرو السوليه. حسام عاشور دايما لعيب ما عندوش مشاكل كتير، لعيب ما بياخدش حقه اعلاميا، لان ده اللاعب الذي لا يراه الجمهور، ولكن حسام عاشور لاعب يراه كل جمهور النادي الاهلي، لاعب يحبه كل جمهور النادي الاهلي. وليد سليمان صراحه كل مره بيديلك حاجه جديده من مواهبه، من فنه التكتيكي. ازاي يعني ايه فنه التكتيكي؟ لاعب عنده وعي تكتيكي على اعلى مستوى، واجبات هجوميه، واجبات دفاعيه، قدم يسرى، كلام كتير جدا. ودائما انا بشيد بوليد سليمان لانه مش من اللعيبه اللي تلاقي زيه كتير. من الناحيه الفنيه لعيب عنده موهبه عاليه جدا، ومن الناحيه التكتيكيه لعيب بيعرف يؤدي واجباته بشكل مميز جدا، والتوازن ده ما تلاقيهوش الا في وليد سليمان، ولعيب بيحمل قميص النادي الاهلي في اي مكان. نروح لسندات منتخب مصر، وهكتور كوبر بيختار 7 لاعبين لمواجهه الكونغو في اللقاء ان شاء الله يكون الحاسم في تاهل مصر للمونديال. المدير الفني الارجنتيني اختار 7 لعيبه هم من النادي الاهلي، هم احمد فتحي، شريف اكرامي، عبد الله السعيد، حسام عاشور، وصالح جمعه، سعد سمير، رامي ربيعه، بالاضافه 3 لعيبه من نادي الزمالك الشناوي وطارق حامد وعلي جاب. وكوبر كان اعلن الاسبوع الماضي عن اختياره ال 15 محترف لتكون القائمه النهائيه للمباراه 25 لاعب. برضه لو بصيت انك تلاقي عمرو جمال يعني اللي منتقل الى بيتريس تبع النادي الاهلي لعيبه كتير جدا، ولكن السبعه دول من القوام الرئيسي لمنتخب مصر. النادي الاهلي في حاله جيده، منتخب مصر في حاله جيده، ده حاجه عارفينها على مدار السنين من اول ما وعينا على الكوره، من قبل ما احنا كمان نوع على الكوره، وهذا هو العهد اللي موجود، ان النادي الاهلي حالته كويسه، منتخب مصر حالته كويسه، ان شاء الله يكونوا اضافه وداعم قوي جدا لمنتخبنا الوطني. لقاء ما هوش سهل ايضا امام الكونغو، عايزين نكون متفائلين، ولكن ما نحسش او ما نفهمش ان فريق الكونغو هيجي يشيل هيفي سكور، لا، فريق الكونغو ممكن يقدم مباراه، ما عندوش ضغوط. منتخب مصر هو اللي عليه ضغوط، فوارد جدا انه يكون منتخب الكونغو جاي مش سايب الدنيا ومركز في اللقاء. نتمنى التوفيق طبعا لمنتخبنا ويتاهل لحلم المونديال، عشان حد بقى يجيب جون غير كابتن مجدي عبد الغني احنا نشوفه، لان اول لاعب احرز في كاس العالم هو عبد الرحمن فوزي، ولكن حظ الكابتن مجدي عبد الغني لحد دلوقتي مش لاقيين فيديوز لهذا الهدف. أروح لحضراتكم لتوابع لقاء الأهلي والترجي، ومجلس إدارة الترجي التونسي بيأخذ قرار بإقالة فوزي البنزرتي المدير الفني السابق للترجي التونسي ومنتخب تونس والعديد من الفرق الكبيرة سواء شمال إفريقيا أو سواء في دول الخليج. فوزي البنزرتي من المدربين الأكفاء اللي عندهم خبرات كبيرة جدا، ولكن خسارته أمام النادي الأهلي لم تشفع له في البقاء في منصبه بعد ما خسر أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف على ملعب رادس في تونس. على الرغم من تصدره لبطولة الدوري برصيد 12 نقطة، ولكن يبدو أن إدارة الترجي التونسي ربطت فوزه بأمام على النادي الأهلي بوجوده كمدير فني، وده صراحة فيها مخاطرة كبيرة جدا من إدارة الترجي التونسي، اللي أيضا أعلن نادي الترجي التونسي أن استقالة حمدي المؤدب رئيس النادي، وذلك مساء أمس في نادي الترجي، أن هو تقدم باستقالته. يعني مش بس المدرب، لا، ده المدرب ورئيس النادي. وأضاف أن البيان هيتم عقد جمعية عمومية للفترة المقبلة لاختيار رئيس جديد للنادي الترجي التونسي، وكل ده بعد ما هزم الترجي أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. خلينا أقول صراحة قرار متسرع إلى حد كبير، سواء في إقالة البنزرتي أو في إقالة رئيس النادي، على الرغم من أن
في تصريحات نسبت لفوزي البنزرتي بان ابو تريك اعتزل والنادي الاهلي غير قادر على الفوز. هو البنزرتي ما ذاكرش النادي الاهلي كويس، ما يعرفش ان النادي الاهلي قادر ان هو يفوز عليه في اي مكان وباي شكل وباي تشكيل، والاهلي بما انحدر. وغير ان هو فاز، لا ده هو لعب وكان الافضل في مجريات اللقاء ككل سواء هنا او هناك. ف دي حاجه من الحاجات اللي برضو برد فيها على فوزي البنزرتي، ولكن احنا هنا بقى بنتكلم ككوره. الراجل متصدر الدوري التونسي، ومش بس عشان هزيمه لقاء في دوري ابطال افريقيا او الخروج من دوري ابطال افريقيا يعني الاقاله، وده نفس الشيء بالنسبه لرئيس النادي. فنتمنى طبعا الاستقرار نادي الترجي من الانديه الكبيره في تونس، واحنا بالنسبه لنا شعب تونس شعب شقي. اروح بقى حضراتكم الى دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، البطوله الاقوى في العالم. اللقاء اللي هتكلم فيه في الاول هو عباره عن كريستيانو رونالدو السي ار 7. السي ار 7 نادال يحطم الارقام القياسيه، وصوله ل 109 هدف في بطوله دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، يتصدر الترتيب بفرق 12 هدف عن ميسي. كريستيانو رونالدو احرز اهداف في دوري ابطال اوروبا اكثر من انديه، هقول لحضراتكم اكثر من اتلتيكو مدريد، فريق اللي بينافس مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد، أحرز 104 هدف. كريستيانو رونالدو أحرز 109 هدف، ده رقم كبير. كريستيانو رونالدو النهاردة لعب المباراة رقم 400 له مع ريال مدريد. كريستيانو رونالدو النهاردة أحرز 25 هدف في الأمام الأندية الألمانية بعد ما قاد فريقه ريال مدريد التفوق على بروسيا دورتموند بثلاث أهداف مقابل هدف. الصراحة كريستيانو رونالدو غير، وريال مدريد مع زيدان فريق جماعي، مع زيدان فريق قوي، مع زيدان بيكسب دون وجود كريستيانو رونالدو في بعض الأحيان، ولكن وانت معاك لاعب بهذه القيمة بيبقى الشكل تاني. واحد بيسجل 25 هدف في أندية ألمانيا من أقوى الأندية الأوروبية في 20 مباراة، واحد دائما يصنع الحل سواء الفردي او الجماعي. الهدف الاول كان احرزه جارس بيل في الدقيقه 17، تمريره كانت جميله جدا من اللاعب داني كارباخال. كريستيانو رونالدو عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقه 49 من تمريره لجارس بيل، وفي الدقيقه 79 تمريره من مودريتش، ومن زاويه صعبه جدا جدا. القدم اليمنى لكريستيانو رونالدو لا ترحم. النهارده كريستيانو جاب جون بالشمال، وده الصوره بتاعه الهدف الاول بالشمال، والهدف الثاني باليمين. امكانيات تهديفيه خرافيه لهذا اللاعب، عشان ريال مدريد بيتساوى في الصداره مع فريق توتنهام الانجليزي بست نقاط. توتنهام النهارده كسب فريق ابويل نيكوسيا الاوبروسي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وهاري كين احرز هاتريك، فبقوا ريال مدريد وتوتنهام ست نقاط كل منهم. والصراحه فرص دورتموند اللي بيلعب له جوتسي، اللي بيلعب له اوباميانج اللي احرز هدف بروسيا دورتموند الوحيد، ومعاه مدير فني صراحه قوي اسمه توشيل، كان يعني معروض عليه انه يدرب فريق وستام الانجليزي ولكن هو رفض. توشيل من المديرين الفنيين الاقوياء، ولكن يبدو ان الريال وكريستيانو رونالدو اول فوز لريال مدريد على ملعب سجن الايدن بارك في المانيا، فوز مهم جدا لفريق ريال مدريد. نروح مع حضراتكم ايضا ونستمر مع دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، وليفربول ومحمد صلاح يقعا في فخ التعادل امام سبارتاك موسكو الروسي، ولكن في روسيا. صراحه محمد صلاح نجمنا الكبير مع فريقه ليفربول واجه فريق قوي، واجه فريق مش سهل. سبارتاك موسكو يمكن الناس اول ما تسمع اسم سبارتاك موسكو تقول لك فرقه من روسيا، فرقه روسيا ما هياش قويه للغايه. دي صوره تشكيل اليوم اللي كان على راس الهجوم، محمد صلاح، ساديو ماني، وفيرمينيو، ومن وراهم الداهيه كوتينيو اللي احرز هدف التعادل بعد ما تقدم فريق سبارتاك موسكو في الدقيقة 23. فرناندو عمل صراحة فاول جميل للغاية، ولكن يسأل عنه حارس مرمى ليفربول اللي تأخر في الوصول إلى الكرة قبل أن تسكن الشباك.
محمد صلاح كان له أكثر من تداخل داخل منطقة الجزاء وفيهم ضرب الجزاء، منهم واحدة حتى أصيب فيها حارس مرمى فريق سبارتاك موسكو ريبروف، ولكن في مجمل اللقاء تعادل فريق ليفربول عن طريق كوتينيو. وفرق موسكو وانت بتلعبها أو فرق روسيا وانت بتلعبها في موسكو بتبقى حاجة تانية خالص، وبيبقى عندهم حافز معنوي قوي جدا ودعم جماهيري غير متوقع. بهذا الشكل فريق صراحة ليفربول يجب عليه أنه يعاود مرة أخرى يورجن كلوب المدير الفني الألماني بعض الأمور في الدفاع، خاصة عشان يقدر يواجه صراحة فريق ليفربول بيروح للمرمى كتير جدا ولكن بيضيع الكتير. خليني أقول لحضراتكم بقية النتائج اليوم. نابولي تفوق على فاينر 3 أهداف مقابل هدف، مانشستر سيتي تفوق على شختر دونيتسك الأوكراني بهدفين مقابل لا شيء، بشكتاش التركي يسقط على أرضه أمام لايبزيغ الألماني بهدفين مقابل لا شيء، وإف سي بورتو البرتغالي يتفوق على موناكو في عقر داره ب3 أهداف مقابل لا شيء، وفريق أسبيلية أو سيبية الإسباني يتفوق على ماريبور السلوفيني ب3 أهداف مقابل لا شيء. دي كانت نتائج ماتشات النهاردة في دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.